الأخ صالح من الرياض، تفضل أخي صالح. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو خالد، حي الله الشيخ صالح. الله يحييك الشيخ صالح. الله يحفظكم الشيخ صالح. ودي أسأل تعقيب على السؤال اللي قبل شوي بالنسبة لتعلق نفس المؤمن بدينه. نعم. وش يترتب عليه في القبر؟ يعني ما وش اللي تأخر عليه؟ وش اللي يحصل له في قبره بسبب عدم سداد دينه؟ ترتب عليه أنه يتأذى بالدين، أنه يتأذى بالدين وتشغل ذمته حتى يسدد عنه، لأن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بأدائها أو بعفوهم عنها ومسامحتهم.